ازيكم كلكم بدون فرز؟ ان شاء الله انتم طيبين ومتعافين وسالمين، ان شاء الله ما عندكم عوجه. ومنى ازيك؟ شيخ كيفك؟ كيف احوالك؟ تمام الحمد لله. شديده؟ تمام بخير. الليله شنو عندك ان شاء الله؟ الليله عندنا عصاير اللي هي المعموله من دقيق الذره الابيض، بنعمل بيها والكسره والعصيده. عندنا طبعا نوعين من العصاير بيتعاملوا بيه، الابريل الابيض والابريل الاحمر. اي فالابريل الابيض ذاته الناس يعني طبعا عنده طريقه معينه بتتعامل بيه، وفي ناس بيلونوه كده، يعني بيعملوه بدل ابيض يعملوه ملون كده بالالوان. فنحن هسه الليل حنعمل العصاير دي. والله يا ريت نشوف كده. نحن الضواقه بس اكيد. بس ما عندنا حاجه غير الضواقه، لكن الليله ده نتكلم عن حاجه برضو اخذت فترة. الجيب ده في الجلابية نحن خلقنا ولقينا اسمه جيب الساعة، لكن نحن بنفصله سايب الساعة بيجي جيب الموبايل حكمة الله. والموبايل ذاته زمان، الموبايل الكبير ده بيجي في الجيب ما بيقعد، يا الله كده حتى يقعد. لكن زمان اسمه كان جيب الساعة، وسموه جيب الساعة للساعة دي. الساعة دي كان بتيجي تقعد في الجيب، و الناس ذاتهم اللي بيستعملوها تلقى الناس الكبار بعدين يمسك لك الساعة يشتغل على الساعة كده، يعني أثناء الونسة، لأنه هي أصلا بتتملي تشتغل بالملاي ده، يشتغل عليها مسافة وبعد ذاك يقوم رجع يجيبه تاني. هسه لأنه مرات بتبطوها هنا في الكرشليك بتاع الجلابية، يعني يفتح زرار يخط هنا ويخط السلسل بشكل معين، بشكل معين بدي لمحه جماليه كده. ومرات ناس يشيلوه يخطوه في جيب البيجاي، لانه جلايه برضه بكون فيها جيب بيجاي. فعدت زمن زي الموبايل ده واحد. يعني هسه الموبايل ده لما جاء برضه كان ناحيه مظهريه اكثر من انه ترسل برساله ولا تكتب به ليزول ولا تضرب به تلفون. كان سيدو اول حاجه ما بيضرب كثير، لانه ما في ناس عندهم ذات تلفونات عشان يضربوا لك. لكن اللحظه اللي ضرب لي في بيت عرس ولا بيت بكا سيدي، ده النغمه كان ما كملت ولا تلفت كده، يعني زي اللي بقول لكم سمعتوا، يعني سامعين ان انا عندي موبايل. وبعد التلفونات الصغيره دي جات تلفونات صوت عالي. أيوه. وبعدين ممكن تعمل عليها مزيكا، هي زادت تعمل عليها مزيكا، فبيشيل التلفون كده ولما يطمئن انه كل الناس اللي قاعدين في الحته دي سمعوا تلفونه وسمعوا رنته وسمعوا النغمه حقته، حتى بعد ذاك يقوم يقول الو. يعني كان مصا، يعني كان حاجه كده. بعدين هو زاد بيتكلم، نحن كلنا بنكون من عائله، يعني الزول ده يعني كيف الكلام ده؟ تلفون يعني يا الله الناس وقع لهم التلفون بتاع ارضاك. بعد ذاك جت التلفونات العاديه، لكن بيكون عندها سلك، يعني عندها سلك وانت شايفه، في واقعيه في المساله انه الكلام بيجي بالسلك ده، بيصل التلفون بيصل اضانك. لكن ده ما في سلك، وبعدين حاجه وعندها اريل. ومرات نقول لا والله الزول ده تابع للقوات النظاميه، لانه تلقى عندهم اريل حول. لكن انا بقول حول، الو كيف الحال؟ جا عند التجار وجبل كان صرف ثقيل مش صرف ساي، لكن اللي عنده الموبايل بجد يعني كان مميز. الساعة دي كانت ماخذة نفس الوضعية في فترة من الفترات، وإلى الآن بالمناسبة في ناس عندهم ومعتمدين عليه اعتماد كلي في مسألة تحديد الزمن. لكن الساعة أو أي زول تقول الساعة كم بيطلع موبايله؟ مرات يكون لابسها في يده، يتعود على الموبايل. من النكات اللي اتحكت لي إنه في زول عنده جابوا له ساعة جديدة، ما زي دي، ما زي بتاعت الجيب دي، الساعة اللي هنا دي. بعدين زي بتاعتي، هاي زي بتاعتك دي، فشايل لك كوباية شاي وماشي الجيران، وتعمد يشيل كوباية الشاي بالشمال عشان الساعة تصحى. وهو ناسي انه نازل، يعني هم داروا يشوفوها بس لكن ما داروا يعلقوا. فقام واحد حسب الحركة انه الشيلة ذات بتاعت كوباية الشاي ما كده، يعني كده كوباية الشاي كده، يعني عينه للساعة كده، نظام عينه للساعة يعني. فقام واحد من الجماعة لاحظ الحكاية دي، فداري يعبر له عشان يحس انه الرسالة وصلت. فقام قال لي بالله الساعة كم عمل لك كوباية الشاي؟ القميص باظ والبنطلون باظ والشاي سخن طبعا. قلت له كم من تناول بالساعة؟ والساعة طبعا المخرجين ديل ناس لوي ديل بيحسبوا بها الزمن.
هسه شفته بعد سنتين كذا بيقول لك اطلع فاصل وتعال راجع. طالعين فاصل وجاي راجع. من طلت نور في وشوش الناس زاد الحبان من كل مكان. بارف رمضان من ريحة بعيدة دور راسة تكون ولع صيدة. بارف رمضان أول ما شوف التحلية جات كوباية شاي مع الجيمة. زادنا من الفطور للسحور ورمضان كريم. مدينة مديدة قصة قديمة بحكاية جديدة. زادنا مديدة أصيلة جميلة بتغزينا لذيذة سريعة. زادنا مديدة أشكالها كتير طعم وقوة لذيذة. أيوة لذيذة كملة رح نزيدة. مديدة مديدة زادنا مديدة زادنا مديدة مديدة زادنا غيرنا العادي. ازيكم يا اخوان؟ ان شاء الله طيبين. الباب اللي هو ضلف واحدة بس الباقي كله الله صح. كيف الحال الشباب؟ زيكم؟ احوالكم طيبين؟ كله تمام. جاهزين؟ ان شاء الله. نزل ما ويغلبوك؟ لا لا ما في كلام ان شاء الله. هم مشكلين الفريق فوق خبرات اجنبية وفوق خبرات محلية. لا ان شاء الله. عشان كله يكون حسب السؤال. نحن عندنا مسابقة ظريفة خفيفة جميلة وحلوة وما صعبة. والصعبة ذاتها بيلقى اللي بيساعده يعني صح. الزول اللي قال صعب بيلقى الزول اللي بيساعده. لا لا تمام مين طيب نبدا بكم ولا نبدا بهذيل؟ لا لا ابدا بالجمال الكبار اول. يا سلام عليك. الباب اول. يقول لك يا اخي مثلا ذاكر 2 جيجا ومثلا يقول لك الميجا بايتات حقت انتهت عليك اللي انا ما بالواتساب عادين. ها والداتا الجيجا الجيجا بايت فيها كم ميجا بايت؟ 1029 جات منين؟ 1027 دي الجيجا واصل ميجا ميجا اي وال29 دي شنو نحن عارفينها 1000؟ لا ما هي اصلا بتكون هي الترتيب حقها بتكون 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1029 ده اللي بيجيب الفرق؟ ده اللي بيجيب لك الفارق حقها. والله انا بعرفها الف حسب له حاجات كثار. انا العارف انه في الف لكن انت 29 دي جبتها منين ما بعرف لكن حسبنا لك حسبتها ذاتها ما مشكله حسبنا لك. طيب السؤال عندكم انتوا انتوا هسه عندكم راس حربه ولا بتلعبوا بالفريق الواحد هجوم؟ لا نحن هسه ما مشكلنا بنخط الكوره واطول. تعرفوا البطان؟ بدون ما بعرف البطان كمان. ها؟ بدون ما بعرف البطان. كويس والله. البطان شنو؟ كيف البطان شنو؟ ما هو شنو عرفه لنا؟ والله يا اخي البطان ده تقريبا ما في يعني ما اظن في دول سوداني كده ما بيعرف البطان. انا حاسس انك لا في من الاجابه. لا والله ما لا في من الاجابه لكن يعني ما اظن. يلا هو شنو البطان؟ البطان ده هو جل الصوت. يا سلام فرقه كبيره بالله. لا لا اسي مرات تلقى زول يقول لك يا اخي زنانه من الحي دي. لا هو بيزوغ ما لا لا هو مستغرب اني اخذ سؤال. مستغرب يعني انه معقول عارف هذول. اي وما سؤال سهل شديد. اي يا سلام سؤال سهل نزل واتساب لكن واتساب مجيه يعني واتساب منشط. طيب
الشباب يقول لك ده زولي، يعني شنو؟ صاحبه يعني. ها؟ صاحبه. ما ارفع من صاحبه شويه؟ اخوي شديد كذا. اخوه. انا كاخوه. صح؟ ايوه هم كلهم اصحاب. يعني غلط ولا صح؟ لا لا غلط يعني. كيف يعني غلط؟ ما اخوي يعني. كذا اني شفت تعريفه وانا بحدد من خلاله. لا زولي ده. لما تديه فرصه انا معي اخوه. ما هو ده زولي زولي ياهو البقعد بجبله. يا هو زولي زول الطلعات يا هو كذا. ده زولي. زول قريب لي يعني. يقول لك زولي واخر بوري. احنا زولي قصدين بقى يلا الزول اللي بيكون حاضر التحاديق اول باول. التحاديق زولي؟ التحاديق والتحكي التحاديق عشان يكون زولك. التحاديق دي شنو؟ التحاديق دي اللي هو ناس الدقاقه كده. والله عشان التحاديق دي تدونه نقطه. يلا صفقوا لبعض. والله التحديق ده عجبتني انا اول مره اسمع ما شاء الله نقطه صايه الناس دي لا لا ما مشكله بالتحديق ده هسه انت ما عرفت التحديق التحديق انا يا ابو هراز هذول حضر معك بدايه الحله والله في انا بتكون جاي من المحتجات حاجات البدايات كده دايما دي 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 الزبده التحديق دي يعني يوصل معك مرحله بعيده في الونسه في الكلام ممكن احكي لك اي حاجه يعني سرك زي ايوه بتدي سرك ده زوجي بعد خلاص والله ما بعرف اي تحاديق طيب سمعتوا باغنيه اسمها ليه بنهرب من مصيرنا ايوه او بتقول ليه بنهرب من مصيرنا كيف عرفت سمعتوها؟ شاعر اوعى تهربوا من مصيركم احنا ما هربين من مصيرنا وسمعناها سؤال سمعتوه شاعر لا شا والله دي احلى زوغة السؤال سمعتوه ولا شايرين انت راي يقول سؤال شنو شايرين انت داير السؤال يكون شنو سمعناه كذا غنى ليه جاوبنا ده السؤالين كذا غنى عشان نعرفك سمعتها اسمها اخواني دي اقل سمع زول ودفك والله طالب اخواني سمعوها بس احنا كلنا بعض حولوا منكم ان شاء الله انكم لا نحول السؤال ده كان غلطكم حولوه انتوا بس حولوه لا لا ما في مشكله ما في خيارات في الموضوع والله يا اخو توفى قبل فتره بسيطه شاعر الاغنيه ده مشاكل حي العرب لما يقولوا لهم عليل بعد عبد الله قال قالوا عليل حولوا يا استسلموا احنا ما شايفين ظن احنا الاغنيه الاخيره استسلموا وغادي يحبون بعض وغادي يحبون وقد يحبونهم شنو جدا بلا سبب واحده من قصايده والله صراحه بعد والله هم متعفينهم من السؤال ده ممكن جاوبوا ايوه ها اشارك لا ما تشارك انت ما نحاول هذا اللي تحلوه انت عارف لو حليتوه بنضيع على ده النقطه بنادي لا 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 انت عارفني مع ناس الواتساب اي يلا ها السلام عليكم سيف الدين الدسوقي غني ابراهيم عوض ايوه غنى ابراهيم عوض ليه بنهرب من مصيرنا صفقوا عشان ما تكونوا هربانين صفقوا جميله هاي ونا ما هي من البدايه مصنف روحي لنا مع ناس الواتساب ايوه هي بدري هي موجوده سنه 72 امرأة ولا 73؟ 93 70 ولا 90؟ 90 9 ايوه لا بس السمع بس عشان السمع طيب احنا عندنا مشاهد كريم قاعد قدامنا عنده له مسابقة يومية او الجائزة بتاعته يومية وفورية انه يسمع الإجابة يكتبها يرسلها لصفحة زادنا على الفيسبوك في الانبوكس بتاع الصفحة او صندوق الوارد او الرسائل حسب المسميات اللي عندكم وفيها اسمه ورقم تلفونه وان شاء الله لو بقى من المحظوظين حيجيب تلفون بكره طوال يقول لي يا اخي تعال استلم جائزك جائزه حقتك قسيمه بتاعت شراء يمشي بها يشتري بها كل منتجات او صالحه لكل منتجات زادنا او منتجات دال فود عموما او دال الغذائيه السؤال ما هي منتجات زادنا غير الدقيق والمديدة يعني غير الدقيق والمديدة زادنا عندنا منتجات هشنو
الإجابة تكتبها واسمك ورقم تلفونك وترسلها في صندوق الواردة والرسائل أو الانبوكس بتاع الصفحة بتاع زادنا على الفيسبوك الظاهر قدامك على الشاشة. إن شاء الله يا رب تكون من الفايزين. احنا نطلع فاصل ونجي راجعين، خليكم معنا بالباب والواتساب. رجعنا ثاني. نتيجة كم مسي؟ تعادل. يا تعادل. 2-2 لكن قسمت نقطة، أنا أعتبر تعادل. يا دليل انت ما جاوبت اصلا غير واحده. لا في نقطه جابها مطبخي والله. في نقطه جابها. لا 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 معاهم معاهم مساعدات خارجيه معاهم معاهم. توافقتوا انا. طيب يا اخواننا نحن عندنا موضوع ده للنقاش ساي، يعني كل زول حسب وجهه نظره وكل زول حسب رايه، يعني ما شرط تتفقوا في مجموعه، يعني ما تقولوا كل مجموعه انتوا رايكم شنو، كل زول ورايه وكل زول وجهه نظره في الحاجه. العلاج بالادويه البلديه، يعني يقول لك بطنك سف لك حلبة مثلا، يقول لك مثلا مشقوه بيقرط، يعني مسحوا له جسمه بيقرط، عنده حمى، زيت السمسم كذا، الأدوية البلدية دي وغيرها يعني من الحاجات دي أمثلة ونماذج. طيب يلا، في أدوية يعني زي الحلبة دي يعني فيها دوا بتشتغل، وفي حاجات كده بحس إنها استهتار يعني ما زي شنو؟ يعني الحلبة هي بس شغالة، لكن يعني ما ممكن زول يكون عنده ما عارف حمى يقول لك ما عارف مسحوه بزيت سمسم ومعمل الحياة دي ما شايف انت شايف ما جاي؟ لا ما جاي يا اخي. انا والله ما الادوية البلدية بستعملها بدون مرض، بستعملها الحلبة، جنزبيل، الحرجل، ده السابت هذا عندي بس في العربية بتلقاه. والله في المفيد وما المفيد، يعني قمنا على حبوباتنا دائما بيستخدم العلاجات البلديه، الحلبه، القرط، المسح بالزيت اللي ما متفق معي فيه اخونا في نفس التيم. فالحبوبات دائما كانوا بيستخدموا الحاجات دي كثير، العلاجات البلديه دي، فكانوا بيستخدموها كثير جدا جدا، فيها الناجح وفيها الما ناجح، فيها كان عباره عن خرافات ساي من الاجيال القديمه، لكن غير ما فيها الخرافات فيها الحاجات النافعة وفيها الحاجات الجيدة، كانت زي الحلبة، زي الجنزبيل، زي القرط، زي زيت السمسم، يعني المسح للالتهابات. لا 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 وايلة وايلة وايلة. جميل. والله احنا اصلا اتولدنا في الدنيا دي ما عارفين اي حاجة، كله علموا لنا فشنو احنا الحاجة دي عرفناها منه انه بيستعملوها عن تجارب، يعني انت رايك فيها شنو؟ جربوا الحاجة دي، حاجة مفيدة جدا. حصلت من جربوها البلديه؟ ايوه جربتها استفدت منها جدا. والله يا اخي انا بقول يعني هاي هي، يعني لو ما حصلت من تجارب والناس اتاكدت منها وتعالجت بها يعني ما كان وصلتنا، يعني هي قبل ما الادويه الجديده دي تظهر والادويه الحديثه دي، يعني كانوا مستخدمين بها مستخدمينها وبيتعالجوا بها، يعني شغله مضمونه واصلا ده علاجهم كان، يعني ما يعني انت بترى انه هي لو ما فيها فايده ما كانت وصلت. أيوة هي ما كانت وصلت هاي مع الذي يعني هسه في ناس لحد الان بيستخدموها، يعني تجيب له دواء حبوب حقنه يقول لك لا الا قرط الا حلبه ملح. صدق لي كلام اخوي ده، انا ذاتي يا اخي انا اخر فتره كان يعني التهاب مدعب شديد، كملت الحبوب وكملت الدواء، في النهايه علاج بلدي عملت له اختي قرط بعسل في مويه سخنه، يعني البلدي هو النجاح معي، او احتمال يكون تفاصيل ما في باقي وديك الوصفه انا. طيب نحن في ناس سالناهم نفس السؤال ده، انه انت مع او ضد الادويه البلديه؟ فنشوفهم قالوا شنو، نشوف رايهم في الحياه دي شنو. والله زمن التطور طبعا ده بقى ماشي، ما انا مع الجديد ما مع القديم. انا عن نفسي ما حصل يوم او ما يندر استعمل عقاقير الا اذا اضطريت لعمليه جراحيه برجع، لكن دائما عندك الحلبه، الكركديه، السلامكه. انا افتكر يا افضل كثير يعني، لانه ما فيها يعني سايد افكتس. ضده معاه طبعا، لازم يكون في مرجعيه لايش؟ للبلدي ولل للكيمياء. استعملوا هسه حاليا بستعمله معه، انا مجربه معه.
معاه ولده البلديه اللي هتلك اللي بقى المقدور عليه او المستصاغه. يعني ما يجي يزال يقول لي اداره فصلك بموس ما يقبل. حاسه انا لي حكايه بتاع 3-4 شهور ما مشيت لي دكتور كله بشرب دواء بلدي. كويس يعني الاغلبيه معاه يعني. ايوه الاغلبيه مع الاغلبيه البلد دائما ربحان. ايوه في المطاعم دي ربحان. والله انت شكلك زول قراريس. ها شكلك زول قراص ازاي. طيب نرجع لمسابقتنا نتيجه 3-2. كيف 3-2 3-2 كانت 2-1 و 3-1 هناك عندهم. لا هم 3-2 جاوبوا البطان بس وجاوبوا سيف الدين السوق يا اخوانا. ما تسمعوا هي 2 وكان حق اعطوها احنا ما جاوبنا لكم برضه. لا هم جاوبوا 2-2 النتيجه 2-2. طيب اوكي. طيب احنا عندنا صوره لانكم تشوفوها. يا هشنو يا هشنو يا همنو يا همنو. شوف الصورة بالباب. صورة الناس اللي بالباب. سيل بوينت وات. يلا نقطة حق الدفع بتدفع بها انت بالماستر كارد او بالفيزا كارد او بالحياة دي. يا بالله محترف خلي بالك. ها انا وين قاعد تهرب؟ يا محترف والله يا جماعه البيعه لا عملوا كذا ولا عينه لو انا والله كان ما تحلها الا نقومك اوديك في هناك كم محلت اللي نقومك صفي قول انا خلنا صفي حقتنا راح الرياضيه بس يعني شو شباب. طيب الصوره اللي بعديها بتاعت الشباب. الشباب جدا ما الله رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. الشيخ محمد سيد الحاج. يا زول والله ما شاء الله. والله انا ذاتي اصفق لكم. يا شباب ما شاء الله. لا هسي ماشيين. ربنا يتقبل. 100%. ربنا يتقبل قبول حسن الداعية. محمد سيد حاج متولي برحمته ان شاء الله. طيب السؤال لكم انتم. مؤلف كتاب السودان عبر القرون. دكتور جون كرم؟ لا. السودان عبر القرون. كتاب يتحدث عن تاريخ السودان. تاريخ السودان يمكن جعفر مراني؟ لا. كم جواب؟ ها؟ كم جواب؟ في محمد المكيس. جاوبت قلبي لي السؤال. انت نقلب لك بجاوب انت لا تاكل على اخوانك. الله يديك على اخوانك. قلت له انت حافظ تغنى قال لي والله اخواني لسه سامعنا. لا ما اروح على الجماعه. المكي. ها؟ المكي. محمد المكي تقريبا. لا المكي. لا حايكي المكي. ها؟ حايكي المكي. حاجه شنو لاقي؟ لا المكي. اسماعيل حاجة. طيب والله انا طيب. مذكر الاسمين المذكره انا شويه مساعده يا جماعه. انت قلت لي ثلاثه اسامي. انا لو ما سعيد ما قلت لي في المكي اسمه المكي اسماعيل تقريبا. المكي كده نحاول السؤال نشوف ديك شنو بعدك ثاني انقروا بقى على ثاني بس لما يجاوب سؤال جاوب سؤال نحن ما داني شربك معنا نجي اسمع دي بقولها كده نحن ما داني شربك معنا حسن يعدو قضية دمبرا هاي انت وقلت حولي لكم. لا يا سيد يا حد بدي له معناك سؤال خلاص الناس لين احنا دونا دعنا برام سؤال ما داني لك محمد المكي هو فيه مكي. طيب عمل لنا خيارات دام اثنين احنا ما قدرنا نجاوب. طيب هو خلينا نديهم الخيارات. طيب خلينا نديهم الخيارات. هو مكي سنادة ولا مكي أحمد إبراهيم ولا مكي الطاهر ولا مكي شبيكة؟ سنادة. ما بعد أنا غير ثاني. مكي شبيكة. هو مكي شبيكة. الدكتور مكي شبيكة مؤلف كتاب السودان عبر القرون. طيب مؤلف كتاب غاموس اللهجة العامية في السودان.
غاموس اللهجة العامية في السودان. كل ما صب مطر بتذكر الحلفاية. منى لما تكون سؤال ما عرفه بتعمل بتعمل باب بتبقى باب. اول ما تعرف السؤال بتبقى واتساب. حولوا حولوا استعينوا بالمطبخ. انت دي جوعة ولا سؤالي؟ خيارات الجوالكم انتم. طيب انا اديكم خيارات. انا اديكم خيارات ما مشكله اديكم خيارات. مالك يا شريفة حرمتني النوم ما تخاف الله فيا الهندي امرضني الليل البراق زود علي وجعين. حاول يا حاول السؤال بشر بس ابشر والله حاول اليوم حول استعمل انا مقبل اديكم الاسماء. هو الدكتور عبد المطلب الفحلي. شوف غاموس اللهجه العاميه في السودان لا تضل للناس. هو الدكتور عبد المطلب الفحل ام هو الاستاذ البزعي ام هو الاستاذ هو الدكتور عون الشريف قاسم ام هو الاستاذ ها الدكتور عمر الشريف قاسم عمر الشريف قاسم عون. والله اذا انا مش محتاج عوض انا عوض ذاتي ما قلتها انت عشان الشريف دي جابك في المدحه صح؟ انت الفح صح بس قول لي الاسم صح لفح اكثر منا لفح اكثر منا هو الدكتور عون الشريف قاسم لكن برضه والله والله نقر ما بطال يعني انتوا قاعد اسي الكتب من علاقتكم بها كيف؟ المؤلفات يعني روايات مؤلفات لها علاقه بالتاريخ مؤلفات لها علاقه يعني كل الكتب اللي بتكتب في المكتبات اللي ممكن الناس بتطلعوا عليها يعني يعني قريبات دي في زول فيكم قرا كتاب قريبات دي؟ ولا الكتب عبر الانترنت الكتب ذاتها ما بقت في الانترنت ايوه يعني نادر مثلا تخش مكتبه تكون مثلا متفتش لكتاب معين داير كتاب معين يعني الا مثلا عندك انت عندك كتاب قاصده دايره بتمشي الانترنت طوالي بتطلع الكتاب بتقراه بتكون متابع ايوه طيب هسي انت قاعد كده في النت وكان عندك جيجا بايت دي ولا الميجا بايت دي داير تبحث عن حاجه في النت شنو من الحياه السودانيه قاعد تفتشوها غير الاغاني انا متاكد انه بتفتش الاغاني لكن غير الاغاني يعني حياه متعلقه بالسودانويه كده في نكهه السودان يعني مثلا حسن اليوم بتكتب زراعه السمسم في السودان مثلا او بتكتب شخصيات سودانيه مهمه مثلا كتاب سودانيين يعني تبحث في النت عن حياه زي دي؟ ما في حياتها اسماء في حياتنا مثلا يعني تبحث عن الحياه دي؟ يا اخي ده صراحه يعني نحن يعني شنو؟ احنا قدر الحاله اللي لقيناها قدموا لنا في كتاب التاريخ اخذناه من ناس ذاتها يعني كانوا حاضرين هي طبعت في الكتب ونزلت نحن كان لكن كان بيضحك لنا زي الونس يعني احنا المدير اللي كان ماسكنا الماده حق التاريخ كان بيتونس معانا عن التاريخ ذاته زمان وكان كيف ماشيين وعايشيننا كيف بتفاصيل ممله كده وكان عباره عن ما احس ونسة عن ناس قدام كنا بنستمتع جدا لحصته بنكون حاضرين والله الفصل ذاته كان بيكون في صمت الناس كلها مستمتعه وقاعده بالحاجه اللي حصلت يعني الناس اللي قدام والله اجمل من الكلام بتاع انه شهادتك بالاستاذه ونحن بنحييه من هنا لكن الاجمل استهلاليتك انه قدر الحاجه اللي ورونا ليها زول اللي بشيل اللوم بيجدعوا منه لاحظوا الحاجه دي شال اللوم جدعوا منه وخدته في الاجيال اللي قبله انه قدر الحاجه اللي ورونا ليها لكن انتوا عندكم مقدره في البحث في الانترنت بصوره عجيبه ايوه والناس زي قاعدين يعني هسي الدكتور عون الشريف قاسم تكتب
عون الشريف قاسم بيجيك كل مخطوطاته في الانترنت صورته تعرفه ليه كل الزمن، ومك شبيكة تجيك صورته تعرفه ليه كل الزمن. يعني يا ريت يعني الحاجة دي ما صعبة شديد، يعني في يعني لو كتبت شخصيات سودانية كتبت أيوة أسماء في حياتنا برضو بيجيك حياة حلوة. نحن عندنا سؤال اسمه هجمة مرتدة. الهجمة المرتدة ده أصير نتيجكم هي كثير، بس انت ما تحسن تعادل خلاص، ما تعادل والله. تعادل لما سجلنا الحساب يقول صعب، يسأل السؤال يقول عامل كذا، الناس بجاوب يعمل كذا، البداية يجاوب يعمل كذا، النتيجة كم؟ يقول لك مميل على البدرة الشديد والله، يمكن انك طلعتنا صعبة والله، جاي منك زول عدد بس. طيب عندنا سؤال اسمه هجمة مرتدة، النازل حيسألوكم سؤال. انت اول حاجة جاوبت البطان، وجاوبت محمد سيد حاج، وجاوبت سيف الدين الدسوقي، وجاوبت عن شريف قاسم. انت لحد اسمع عندكم غلطة، وديل جاوبوا اسئلتهم كلها لحد اسمع عندهم غلطة. عندنا هجمة مرتدة، انتوا جهزوا سؤال تسألوا لهم، ولاحظوا ان عندهم محترف اجنبي كويس، هاي هم يجهزوا سؤال يسألوا لكم، خليكم حنينين شوية، ما تعصروا عليهم. أنا بشوف لكم العصير ده جهزوا لكم برد ما برد الحاصل فيه شنو. فاصل وراجع. الله يخليك. العصير ده أنا بالمناسبة بعمله برضو. كيف؟ بعمل يعني كده بعمل عصير براي. بتبل الأبريل يعني عادي تجهز وصفيه وأي حاجة، لكن ده ما بعرف هو ذاته شنو، ما عارف بس خريل بعرفه ده. دم الأبريل برضو الأبيض، لكن مش قلت لك جبالك إنه بيعملوه ملون وبلونوه. طيب بلونوه كيف؟ مرات تلقاه أخضر وأحمر وأصفر. بلونوه كيف ده المحيرنانا؟ ليه؟ بالألوان عادي بتاعت الأكل دي. وطعمه بكون طعمه ظريف طبعا، نفس الطعم هو واحد يعني. وطبعا كل ما يقعد بيشرب المويه، بيشرب المويه اللي فيه قريب من الرقاق صح؟ والله هذا اليومين دي اللي اخذه متفسح فسحه طبعا ماسك الجو. ايوه طبعا طبعا زمان العصائر دي يعملوا في الكور. يعني الاواني ذاتها شكل الاواني حصل فيه اختلاف كبير. ايوه حتى على مستوى الصواني. على مستوى ال الشاي بقي طريقة التقديم، العدة، صح. الحاجات دي بقي فيها أشكال عجيبة وأشكال كثيرة. يعني زمان أشكال بتلقى الناس متفقين على، يعني ما في حتى لو كانت في القدرة والإمكانيات المادية، لكن بنلقى في تقارب في شكل الحاجات يعني. وبعدين زمان نسوان عندنا الوسم واسم العدة الحرف، يعني الحرف. وبعدين في شنو، في نسوان ظريفات بيقوموا يجيبوا حاجة حادة كده بيقوموا يدقوا بيها مثلا الصينية هاي بورع. مثلا تلقي منى بشير محمد الصينية مليانة كده لا من لفة. بعد ذاك ظهروا البنات الشوية عندهم حبة بتاع التعليم بيجوا يكتبوا ميم نقطة باء با. يعني هو بعدين شوفي في مرة بتكون ما بتعرف تقرأ أصلا لقيت ميم بدي تمسك الصينية ترفعها كده تقول لك دي حقت منى بشير خدتوا عليها بهجان. انا قريتها كيف ما عارف بعرفتها كيف دي مبدا. يعني الوسم ده مرات تلقي اسم لكن هي بتحفظ شكله، بتحفظ الخط، بتحفظ. وبعدين في نسوان شنو، ما عندنا وقت للهزار وتقعد تخرب حته 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 كده ما عندها. بتجيبوا هي تطورت باصبعها اي باصبعها بخيطه تلقاها في الجردل. الجراد الاكثر شيء الجراد اللي انا بستخدمه في المناسبات في العرس في البيكا في الحاجات دي، تلقى الجرد اللي انت شايله مكتوب فيه فلان الفلانيه. أيه. انت ماشي شايل الجرد. مرات تقرب تكورك للزول باسم الجرد. فعندهم كانوا الحاجه دي. محلات حفظها، محلات حفظ الاواني اختلفت اختلاف كبير. المخزن يعني ولا شو؟ يعني الحته اللي بخدت فيها العده. يعني الفضيه بدت بحي اسمها الفضيه. عباره عن ضلفتين ما في قزاز. الضلفتين ديل مكفولات بنملي. نملي اي. بالنملي ده. كانت نملية. اي. نملية. وبعد ذاك كانت في حاجة ظهرت حاجة اسمها النشافة، حاجة كبيرة كده بخط يعني من الغسيل. زمان بخط العدة تكون فوق العنقريب.
قاعد هي في بمبر وتطشر قدامه العنقريب بغاد صح. تغسل وتقدع وتخد في العنقريب. لكن جات النشافك حاجة لغاية قبل ما تيجي دوالب المطبخ وقبل ما تيجي البتاع الطويلة دي اللي بيجوها في يعني زي وزي الدولاب كده حاجة زي وزي الدولاب اسمها شنو بتاع العدة بخد فيها العدة يعني برصوها بشكل أنيق وجميل للفضية دي ما بدري ظهرت جديدة يعني هيا عود مسيخ هاي حاجة كده حافلة أوكي. الحافلة حافلة عادين بنسمينها الحافلة والله فعلا حافلة والله بيشيل شيل تنقارها سنها وبعدين دي ظهرت فيها القزاز خلاص بدت وأشكال وألوان المرة ممكن يكون دولابة ما عندها لكن عندها لازم يكون عندها حافلة وبعدين في نسوان عنده شغف بتاع عدة أي كل النسوان كده هي يعني في نسوان عمرات يعني في نسوان عدتهم بتلقاها عدة شنو للشوف بس عدة منظرة بس ما عندها أي وقت لكن في نسوان بيشتروا العدة بتاعت الواجب الحلل الجيزان والجرادل والصواني الكبيرة والصحانة بتاعت الغرف أيوة والصحانة الفطح عليك الله يقدرني كيف كثير ها كثير يعني شرائي للعدة في الجمعيات يعني في عدة في الأحياء بيقوموا يعملوا جمعية النسوان صح أيوة. الجمعية دي خاصة بالعدة ليه عشان ما دائما المناسبات فيها تلف العدة بيحصل فيها تلف فبيمشوا بيعملوا جمعية بيشتروا عدة كاملة بيخطوها عند زولة معينة العدة بتطلع فقط للمناسبات بيبقوا هون حافظوا على عدتهم أدوا الشكل التكافلي بتاع الحي الزول ذاته ما بكون شايل هم عدة يجيبوها من منه وفلان عنده 16 صحن اتكسر انتحر يجي السنة كلها حتى بتكون بإيجار بسيط رمزي يعني رمزي بحيث انه لو اتكسرت يعني حاجة يعوضوه بدلا بالضبط كده بالضبط كده ما زي المحلات فهي مظهر تكافلي والله انا يعني عاجبني جدا في وعموما المرأة السودانية مرأة عامرة يعني مدبرة وست بيت هسي الرأي اللي اديها 1000 جنيه والله ولا يعمل بي حاجة المرأة يشيل 1000 جنيه دي تلقاها خاشية في السوق وما شاء الفينا ذاك عبد هنا والله يجبنه كثرة الحاجات تستغرب فيها تشيل حياة صغار صغار وحياة كبار وحياة كلها مفيدة في البيت صح لكن انت لو الدوغلة تشتريك حياة واحدة وتجي راجع ايوه طبعا تحية للمرأة السودانية اينما كانت كذا نشوف ناس نذيل هنجي هسه هزي لكم اخوانا اخوانك دي جهزوا سؤالهم ايمين انت ما شاركت معهم النهاية سؤال اختارهم لكن كي يبني عرفتها هزول ده زول خلل شوف زول الخلل بمعنى شنو بمعنى انه حسا مش بقول لك الخلل ولا الرفيق الفشل شفت الرفيق المطاوع ده والله في الخلل بنفعك نفع لكن في زول يعني شاترك هاي يعني في زول بحب اصلا بطبع الخلاف يعني في زول تجي فيه البوش ده ما تتفقوا نهائي جيب شطه على الشطة ما تتفقوا وهو بياكل شطه ما عنده مشكله لكن بس الحاجه اللي عاكس بس عاكس بس لكن الزول لازم يفوض اخوانه بس قاعد لهم بس حساب الحساب انا ما عارفهم صح عشان كذا مطاولهم هسه السؤال عملته معاه انت ولا براك؟ لا ظبطهم انت وافقت انت سؤالكم جاهز؟ جاهز ما في مشكله يلا اسالوهم انا دارك السؤال اللي جاوبه انت اول لا هو سؤال بعدين حتى غلبك حول الاخوان لو سؤال سهل ما في حاجه طيب في اللغه العربيه كيف انتم؟ حاجة بسيطة كويس؟ تسمعت انا ولا شنو؟ جاهز كده هو عربي طيب ادونا فعلي امر بيبدا بحرف الياء فعلي امر بيبدا بحرف الياء اللي جاوبوه بعدين احول لكم كان غلط يلا قوم يلا جينا يلا بنينا خلاص راح اقول داري يابا والله اقول داري يابا يا عربي انت والله قاعد اسلم عليك عربي يجيب زول بيعرف الخارج والله دي لغة عربية زول بيعرف الخارج بيعجبني جدا لغة عربية يعني بعدين يلا يا ما لك التحيه النقطة حقتك يا زول الحين النقطة حقتك اكيد انا مش الحكم ده النقطة حقتك الله يعزك والله انا زادت النقطة لكن انت في الامر عشان الثاني ما يقول الامر بيبدا حرف الياء
قالين الاخوان ما انا كان يشوف الاخوان هاي الاخوان برضه لا انت معنا احنا حسب النقطه حقتنا هو الناس كلها عارفينه هو الناس كلها عارفينه يعني افضل ما عارف الفعل الامر ده وري لهم للفائده العامه يعني بقول لك اللهم يسر كلمه يسر ده فعل الامر الوحيد بيبدا حرف الياء ايوه واحد بس في الدنيا دي كلها لو كنت تخليه يوم من زمان تخليه لو صار بس حكايه ما فعلا هذا الكويس هذا اثنين انه زول عارف فعل الامر زول عارف عارف فعل الامر هيك المثل وما عاد وظفه بس يلا قوم يلا يلا نمشي وبالمناسبة يلا فعل الامر يعني العمية السودانية ايوه احنا سودانيين قاعدة سودانية وده واتساب وده شهادة عربية صح هو قاعدة سودانية وحميمة كده يا خدينا كلنا الله يشتيك يا طلعت عشان رجل الطيب بس طيب جاهز يعني شنو خليك لهلوب وشد الديكور خليك لهلوب وشد الديكور خليك نشيط خليك حميم سريع خليك الهلوب دي يا زول الهلوب ده بقول لك يا اخي الزول ده الهلوب او بيقول اكتر حاجه للبنات بيقول لك في نادي والله الهلوبه ما شاء الله في المطبخ يعني بتعمل حاجه ما شاء الله منى دي الهلوبه في المطبخ يعني بتعمل حاجه شنو ظريفه ده زول الهلوب طيب شد الديكور انا كان جاوب لك خليك يا زول ده سؤال واحد وسؤالين تمام سؤال واحد سؤال واحد انت ما جاوبت جوابنا حليلة انت جاوبت جزء من الهلوب خلينا نمرك متعادلين ساي يا زول طيب نحن ان خليك لهلوب وشد الديكور دي ده دي دي حاجه واحده دي خليك واحد ايوه طقم واحد بيستعمل يعني ممكن مثلا تخليك لهلوب بس او شد لازم لا ما هي في لهلوب لا لا هو قال لك يعني احنا الطقم بنستخدمه اه انه خليك لهلوب وشد الديكور حاجه واحده يعني كامبو كده ايوه خليك لهلوب يلا نقوم يلا حاول نجاوب حاولوا خليكم خايفين هسه يا غالي انت بتجاوب شنو ده؟ الحكم ما يجاوب خليك الهلوب وشد الديكور لا الهلوب ايوه ما نقدر بريك اي خيانه حصري بس شيل زول خفيف يعني خليك الهلوب وتخارج من هنا خفيف حركه بتاع خليك خفيف وتخارج الشاي الشاي بشد الديكور مع الشاي بس قريبين منه انت تاخذ نص بعيدين بعيدين بشد يعطيك هديه جاوبوا لنا عشان نستفيد جاوبوا عشان نستفيد هسه النقطه اللي فاتت دي نص بالمناسبه حقت يلا نمشي دي خليك الهلوب بمعنى انك خليك صاحي طوالي شدة الديكور دي ما في داعي تستحتر في اي زمن مرات بنكون فيها جنون خليك لهلوب وشد زي ما قال عادل امام حقهم برام ده هسه زي ما قال عادل امام لو قلت ما تستهتر الله حيدخلكم هناك تقول الجمله دي كلها عشان زول ما يستهتر خليك لهلوب وشد الديكور من باب الواتس نحن لا لا لكن ده حقهم ده بنو في الواتس يعني هذا حق لا لا ده لا 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 والله العظيم زود لنا بقول نصيحه الفوا لا لا عندك اصلا بتاع شباب يعني هاي حقتنا شنو منه ثاني زي شنو يعني شبابية. زي خليك خليك خفيف وخليك متحرك حاجه زي خليك الهلوب شد الديكور ما تقول لي يلا والله زي زوليك بيلك يعني كلها مصطلحات كده بتاعت شباب حديثة علينا عشان كده انا هنا وجهنا خليك لعاب انتوا الان الان بتقروا في الجامعه صح؟ يعني الان طلب الجامعات الكلام ده في كل الجامعه بنفس المستوى ولا في اي معينه بيستعملوه؟ يلا يعني جوا جامعتكم انتوا خلينا من المقارنات الثانيه ايوه يعني جوا جامعتكم يعني لما تخش باب الجامعه ده بيكون ده طريقة التخاطب أيوة وده الكلام وده أيوة كده السؤال ده ما محسوب والله يا ده ما سؤال لا ما سؤال لا سؤال حق ده ما حق الهلوب ده شد الديكور اها هذا جاوبه خير ده سؤال النص ده كله نص ده قبل نعم السؤال اللي اديناكم في نص يا اخي خليها هسه نحن نجرب من الحاجة دي جوا الجامعة انا بديكم النص الثاني جوا الجامعة في ناس يعني في ابو يعني بس بيتعاملوا بالحياه دي والفئه الثانيه لا بيتعاملوا بالكلام العادي ولا كلكم كده؟ والله يا اخ هو في الجامعه يعني انت بتتغير بتلقى الناس كلهم بيتكلموا كده يعني هسه في ناس في الشارع بيتكلموا كده وفي الجامعه بيتكلموا طريقتهم واحده يلا في ناس في الشارع بطريقه
جوا الجامعة بطريقة الأنسب تعليم. يا دكتور الأمثل يا دكتور راي والله يا أخي الأمثل طبعا يكون تلعب جوا وبرا يعني تكون لعاب يعني أنت رأيك شنو؟ والله يا أستاذ قالوا لكل مقام مقال يعني في أي حتة أنت بتستفيد كلام اللي بتقوله يعني مع الناس الكبار أنت بتتكلم باحترام كده يعني ما كنت تلاقي لك زول كبير تقول لي الله يفتح يعني ما كنت تلاقي لك زول كبير تقول لي شد الديكور ايوه صح ما لايق طيب طيب انتوا يعني في كلام كثير بدور انه الشباب حلاقاتهم لبسهم البنطلون الكوبايه ما اعرف شنو انتوا في نقاشاتكم الخاصه يعني براكم كشباب يعني قاعد تتعاملوا مع الرؤيه دي كيف على اساس شنو يعني انه هي صح وانتوا بتتجاهلوا فيها ولا انتوا بتفتكروا انه الحياه اللي بتعملوا فيها اساسا ما غلط وانه الكلام فيها ما صح وكذا ولا شنو ولا ما قاعد تتناقشوا اصلا في والله يا اخي نادر يعني الناس تتناقش يعني انت حتى لو تناقشت مثلا بتتناقش مع زول زي ما قلت البنطلون كوبايه بكون مثلا ما لابس بنطلون كوبايه فهي قناعه انت الحاجه عاملها معناها مقتنع بها وعاجباك لا يعني مثلا بكون لابس كوبايه واحمد لابس كوبايه والتاج لا يعني مثلا موضوع زي ده اصلا ما حنفتح معناها انت حاجه لابسها معناها حاجه مقتنع بها وحاجه عاجباك ولا انا في الناحيه المصريه بتكلموا عن الناس دي عاجباكم احنا بس انا مجتمعنا قاعد اقول دائما احنا دائما مجتمعنا يا اخي بياخذ بالمسهر غير كده هي ذاتها حاجه جديده جد زعلت منها شديد انه يا اخي المسهر هم بياخذوا قبل اي حاجه ما يعرفوا داخل الزول فيه شنو انت لابس كده عامل كده معناه انت يا اخي ما لا مفهوم المسهر ده ذاته انعكاس لدواخلك لتصرفاتك لكده مع انه هو ستايل بس المسهر ده مرات بيكون عالمي ستايل. حاجه عالميه صح خاش في حاجه مختلفه عننا كلنا انت صح جيل زمان برضه عندهم كان هاي فرق يعني انت كديش وكان بيربوا كديش يرسون كديش ده الخنفوس تقول لك كديش برضه عليك الله ما بتعرفوا انت خال ما حقهم والله انا ما حقهم انا ما بعرفه كديش قصد الخنفوس ولا ايه قصد الخنفوس لا 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 كديش دي ما سمعت بها كديش دي اصلا سمعت بها لكن سمعت بها الخنفوس كديش دي برا برا الحياه السودانيه الحياه السودانيه البلديه القديمه معلش يا شباب مركز مع الناس دي لانه واتساب جد ما بابض الفتين الحياه السودانيه شديد يعني ليه علاقه بالبيئه السودانيه الباديه السودانيه التراث السوداني في ونستكم قاعده تجي عابره ولا ما عندها يعتبروها حاجه من ما عندكم بشغله يعني ما مستخدمينه كده لا ما دي ثابته حاجه ثابته اي ثابته وكمان بتجديد انه بنحاول نجدد فيها انه بس نتكون بال ما تنتهي يعني ما تنتهي بحاجه تكون جايه بطريقه افضل حتى البرامج في الجامعه الثقافيه بنحاول نشكل فيها اهم حاجه يكون فيها الشعب يعني عندنا يوم الشعبي عندنا يوم الثقافي يوم الدي جي يوم يعني بنحاول نشكل الناس قدر الطبقات اللي قاعده في المجتمع مجتمع طبقه جامعيه الناس كلها قاعده ارغى ناس بيحتاروا نحاول نشكل لها انه ده ما يقول انا ما لقيت المجال انا فيه رغم انه ذاته انتوا بتقولكم اتهام يعني بقولوا بقيتوا في حاجات عندها علاقه بالبنات لبس جزم حاجات بتتلبس في الايادي يعني بقت يعني شكلها حق بنات عديل بالنسبه لناس ما عايشوها يعني انتوا رايكم شنو فيها يعني ولا انتوا قاعدين تتعاملوا معاها ما بتتعاملوا معاها؟ ما انا قلت لك يعني الناس دائما اللي بنتاخذوا الحاجات بتاعت الجيل ده هم ما عاشوها وما عملوها قبل كده حاجات هي اصلا ظهرت يعني بس من 5 سنة كده وجاي يعني زي الكبابي الحلاقات الحاجات اللي تلبس في اليدين حاجات ظهرت قريب يعني الناس زمان ما كانت عندهم ما بيعملوها عشان كده بشوفها حاجه غريبه وحاجه شاذه كان في زمان ما البنات رايهم في الحاجه دي شنو؟ مثلا في زول بتلقى لابس جزمه برتقاليه مثلا جزمه ما عارف شنو حقت بنات عديل اتخيل انه زميلتك دي جات لابسه نفس الجزمه قالت لك كيف؟ ها جزمه طقمين جزم يلا يلا ايوه في حاجات شاذه يلا في حاجات حاجات يعني نحن شايفين انها حاجات مقبوله وحاجه عاديه الناس بتعتبرها لا تعليق البنات شنو عليها؟ انا يلا على حسب محترم جدا وجهه نظرك على حسب يلا زي الجزمه اللي قلتها برتقاليه دي هي ده يعني صحيح هي لابسه نفس ايوه يعني هي كده كوبليه كيف؟ زاد يعني في الجامعه ربهم كوبلي في الجامعة الناس كلها لازم تعرف وتعلق عشان هو ذاته يعني حاول يتكلم فيها يعني انتوا ذاتكم بيتكلموا فيها ايوه اول حاجات يعني بتكلم عنها فئة معينة كده طيب في تيشيرتات
ايوه ده زي الجزمه البرتغاليه. انتوا ذاكم مرض يعني ده شطح شديد يعني ده شطح صح؟ تهور صراحه كارينا دي برضه عايشه هاي كارينا بتاعت هاي كارينا بتاعت بنات بيلبسوها برضه ايوه طيب الزول ده بيفطر عادي وها بيضحك كده وهي ما مقتنع هو مقتنع جميل انا احنا والله سعدنا بيكم جدا عندك كلمة أنا ما قاعد أدي زوج كلمة أخيرة إنت اللي قاعد كلمة أخيرة دار تقولها ولا دار تقول لنا يلا نتخارج يلا نتخارج صوموا تفطروا على خير الله يديك العافية يا أخي كتر خيركم شديد كتر خيركم كثير نحن طبعا وفقا للنتيجة دي المجموعة الفائزة عندنا لا لا دي المجموعة الفائزة صعبين بالصبقة لكن عشان احنا ما عندنا زول بيخسر معانا في هذا البرنامج وكل جانا شرفنا ونورنا حنفوزهم معنا نحن نديكم الجائزة ونعتبركم المجموعة الفائزة لكن بنديهم هم جائزة لكن ما المجموعة الفائزة ايوه اكيد بس جائزة سهلة لكن بلا نديهم معنا تفضل يا ابو زيد شكرا شكرا لك يا واصل كتر خيرك يا اخي بارك الله فيك شكرا ياسر بخيرك شكرا جزيلا بارك الله فيك الله يسلمك رحمت بخيرك يا الله يبارك فيك شكرا مهند يديك العافية يا استاذ كتر خيرك يا الله يبارك فيك يلا شيل شكرا لك يا الله يعزك يا خالد كتر خيرك كثير يا اخي نورتونا وشرفتونا وما قصرتوا معنا حلقه جميله والله استمتعنا معاكم وبو وجهات نظركم في كل نحن اللي بنقوله ده وما ما انتقاد يعني بقدر ما انه نحن دارين نفهم شنو اللي بيدور في اذهان الشباب ديل طالما نحن قاعدين نسمع من جهه واحده وناس بتتاح لهم مساحات في انه يتكلموا ونحن اللي فرضنا مساحه دارين نفهم انتم بتفكروا في الحاجه كيف في شكلها كيف شكرا بالباب أعمامنا الله يديكم العافية يديكم الصحة الله يديكم العافية السلام